قادر الا على اخره السياره الصغيره. صور انا صدق هذا احلى شارع احلى احلى وعدل ترى كيفه محمود وش الشارع؟ والله فنان رهيب. احسن صفر وايش يا محمود؟ طالع الشارع شلون؟
الناس كلها عدل وين صراحه سيد ملك الحال على الخير وايش خليل شغل عدل وايش الشمال الايراني نفس الشيء
الله خليل طالع يمين هالصوب شو الوادي علي اول مره ودينا القمه له اي قمه بعد علي بيروح هذه اي قمه اختي يعني هالمكان لما نروح اول مره الحين بيروح مكان ولا فندق الحين بروح مكان ما ادري لا تروح مكان 10 دقائق ونرجع شو اسم المكان جبل اتين جبل اتين غير مكان جديد اسمه كذا جبل اتين ولا بغيت جبل زيك زيك كل ما رحنا جبل زيك او اتين جبل اتين مش زيك 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 جبل زيك ودنا سالم ما رحنا مكان جديد ها خليل هذا ايش يا محمود لا بارد برا لا الحين ما شف شي ترى اصبر بعد وينك وين ما شاء الله وبعدين بيقول لك لا تروح صلالة روح روح تركيا لا بعدين بالباص فرانا انت نسيت ما ولا بدا تتوقع انا قاعد على هذا هلا والله تعال تروح فوق السياره على فوق اي لا فوق الجبل رجعوا على نفس الشارع خليل على نفس الشارع بيرجعون نفس الشارع اللي جينا عليه بيرجعون عليه Thank you.
الدراسة. ¡Gracias!